تمكنت القوات البحرية السقطرية من إنقاذ يخت سياحي أجنبي وطاقمه قبل تعرضه للغرق على سواحل منطقة ديليشيه شمال شرق جزيرة سقطرى. وسارعت القوات البحرية لإنقاذ اليخت بعد تلقيهم نداء استغاثة، واستمرت عملية الإنقاذ 45 ساعة، وذلك نظرا للرياح الموسمية الشديدة التي تصل قوتها أحيانا إلى 40 عقدة بحرية. من جانبه عبر طاقم اليخت عن شكرهم للقوات البحرية السقطرية، وذلك بعد إنقاذهم من الغرق.